بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي في رمضان. أمسية رمضانية ولكنها أمسية تاريخية. اليوم حدث استثنائي، 24 إبريل 2021، عيد ميلاد النادي الأهلي، 114 سنة إنجازات وبطولات وتاريخ كبير جدا. تاريخ ليس فقط في الإنجازات والبطولات، لكن كمان تاريخ في القرارات التاريخية اللي أرساها النادي الأهلي في الرياضة المصرية عبر 114 سنة وعبر مجالس إدارات متعاقبة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، وفيها بداية مهمة جدا، لأن احنا بالطبع بنبدأ بمباركة لجمهور النادي الأهلي على بطولة كأس مصر لكرة اليد، فوز النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 26-23، وأيضا فوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، منافسة في بطولة الدوري وإحراز كأس مصر لكرة اليد. زميلي أمير هشام بيشاركني بالتأكيد في هذه الحلقة، وحلقة زي ما قلت لكم حلقة تاريخية. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، ومساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. هي فعلا حلقة للتاريخ وليلة سعيدة لكل الأهلوية، بتتكلم في ذكرى إنشاء النادي الأهلي، ذكرى 114 سنة مروا على النادي الأهلي، مليئة بالألقاب والإنجازات. مش بس كده، هي مليئة كمان بالمبادئ والقيم والأخلاق والاحترام، ودي جزئية مهمة جدا دايما بيمتاز بها النادي الأهلي. كمان من ضمن الأخبار السعيدة، وزي ما اتكلم زميلي محمد، هو فوز وتتويج النادي الأهلي، رجال النادي الأهلي كرة اليد، ببطولة كأس مصر بعد فوزهم على نادي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 26-23، علشان النادي الأهلي يرد على طول ببطولة مهمة جدا بعد ما فقد بطولة الدوري. في نفس الوقت احنا شايفين مع حضراتكم لقطات احتفالات لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، رجال كرة اليد. وفي الحقيقة عندنا فريق مميز جدا يا محمد، كلهم عناصر شابة وواعدة، وحنشوف بإذن الله خلال الموسم اللي جاي كمان فرقة قوية قوي قوي في رجال كرة اليد بالنادي الأهلي. ده طبعا بخلاف المباراة الأكثر من رائعة النهاردة اللي أداها النادي الأهلي أمام إنبي في كرة القدم، والفوز بنتيجة 3-1 في فترة صعبة جدا بيمر بها النادي الأهلي من حيث ضغط المباريات وغياب بعض العناصر المؤثرة، لكن فعلا الأهلي بمن حضر، الأهلي قدر أن هو يؤدي مباراة كبيرة وقدر أن هو يفوز بثلاث نقاط مهمين جدا يا محمد في هذه المباراة. يد الأهلي، يمكن هنقول عنوان صحفي، يد الأهلي دايما في العلالي، يد الأهلي لن تسقط أبدا، يد الأهلي تاريخيا هي محققة أكبر الأرقام التاريخية سواء دوري أو كاس أو حتى بطولات إفريقية خلال السنوات الأخيرة. يد النادي الأهلي دايما في المقدمة، ويد النادي الأهلي أبدا لن تسقط. إذا ضاع منك دوري بتنافس حتى الرمق الأخير للفوز بكأس مصر، هتسعد جمهورك ببطولة، لأن النادي الأهلي لا يقبل أبدا بالمركز الثاني سواء في بطولة دوري أو حتى كوصيف كاس. طبعاً. لو خسر الدوري وهو رياضة طبيعي يكون بينافس على الكاس ولن يسقط أبدا، وهيفوز بكأس مصر، وده النهاردة حصل. الأهلي فاز على الزمالك 26-23. بالمناسبة ركزوا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للجيل اللي موجود وبيمثل لعيبة النادي الأهلي في كرة اليد، جيل مميز، جيل لسه صغير، جيل لسه أنت بتبني لسنوات قادمة، قدام لاعبين بيمثلوا القوام الأكبر لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة. فبالتالي زي ما احنا بنتكلم عن كرة اليد، لا، كرة اليد في النادي الأهلي الحمد لله بخير، والرياضة دايما مكسب وخسارة. ولو حد ركز في مباراة كرة اليد في الدوري وختام الدوري، المباراة الفاصلة، الأهلي خسر بفارق هدف، وبالتالي انت كنت بتلعب في هذه المباراة يعني تقول هدف هنا وهدف هنا، وكان ممكن في أي لحظة تفوز بالدوري العام، وحتى قبل المباراة الفاصلة كنت ممكن تفوز بالدوري العام لولا بعض القرارات التحكيمية. لكن في النهاية في تخطيط على بطولات، في تركيز على بناء جيل جيد، وفي النهاية لما بتختار لعيبة بتختار عشان تعمل أجيال لفترة قادمة، مش بتختار لعيبة عشان تفوز ببطولة وبعد كده خلاص، لا، انت بتلعب على فكرة اللي انت تعمل جيل يكون هو القوام الأساسي لمنتخب مصر للناشئين والقوام الأساسي لمنتخب مصر للشباب، وبالتالي هذا الجيل اللي قدامنا على الشاشة اللي بيحتفل بكأس مصر هيكون هو القوام الأساسي لمنتخبنا الأول خلال السنوات القادمة. أمير، هي دفعة معنوية كبيرة جدا لهذا الجيل إن هو يفوز ببطولة كأس مصر وعلى فريق محترم زي فريق نادي الزمالك. يمكن محمد أشار لنقطة كانت مهمة جدا، يعني في بطولة الدوري كان الفرق دايما هدف، يا اما لصالح الاهلي يا اما لصالح الزمالك، كان في نديه قويه، لكن النهارده النادي الاهلي في اغلب اوقات المباراه كان فارق عن
نادي الزمالك 5 أهداف وأقل كمان بنقاط قليلة جدا، فبالتالي عملوا مباراة كبيرة. أنا عاجبني قوي الروح اللي فيها لعيبة النادي الأهلي لكرة اليد، البكاء وسعادتهم الكبيرة بهذه البطولة وهذه المباراة الكبيرة اللي أدوها أمام نادي الزمالك. منتظرين منهم المزيد، لأن احنا عندنا في الحقيقة جيل مميز جدا يقدروا ان هم يحققوا انجازات كتير جدا بخصوص كرة اليد في النادي الاهلي. والاهلي دايما معودنا على ان بعد ما بتكسب بطولة خلاص بتفكر في اللي بعديها، تقفل الصفحة على طول، بتفكر في اللي جاي كمان بجيل مميز وجيل شاب بيقدر يحقق لك كتير وكتير يا محمد، واحلام كتيرة جدا كمان هيكون مستنيها جمهور النادي الاهلي، وباذن الله رجالة النادي الاهلي هيكونوا في الموعد كما هو المعتاد. اللي ركز وتابع فترة الانتقالات تحديدا لألعاب الصالات هيعرف ان فريق اليد، فريق الطايره، فريق الباسكت، فريق كره السله كان في تحضير جيد جدا في فكره التعاقدات والصفقات اللي بتتم خلال الفتره القادمه. والنادي الاهلي وهو بيضع استراتيجيه للتعاقدات اللي هتتم الفتره القادمه كان بيضع نقط مهمه جدا، انك تبني جيل جيد، ان اللاعب اللي ينتمي للنادي الاهلي يكون حريص انه يلعب في النادي الاهلي، رغم ان في صفقات ممكن على ارقام قليله ما انضمتش الاهلي وراحت لانديه اخرى، لكن انت كنت بتحط هنا معيار مهم جدا، ان انا عايز لعيب يقعد معايا 5 سنين 10 سنين يأدي، وفي نفس الوقت لعيب يكون حابب يكون في النادي الاهلي. قدامنا مراسم التتويج، وطبعا نادي الزمالك وصيف كاس مصر في هذه البطوله، والنادي الاهلي هو بطل كاس مصر. النادي الاهلي بالتاكيد خلال هذه البطوله انت ممكن تكون خسران دوري، لكن الروح المعنويه ممكن ما تكونش في نفس المستوى اللي كانت موجوده في ختام الدوري، لكن بالعكس روح الفانيلا الحمراء في يوم التتويج النهارده وهو جاي في نفس يوم احتفال النادي الأهلي بعيد ميلاده، 114 سنة تواصل أجيال، إحراز بطولات، قرارات تربوية وقرارات تاريخية، والأهم من كل ده جماهير النادي الأهلي بتحتفل بهذا اللقب وهذا الإنجاز مع نجوم كرة اليد. وزي ما قلت في البداية العنوان الصحفي لهذه المباراة وهذا الحدث: يد الأهلي دايما في العلالي، يد الأهلي لن تسقط أبدا يا أمير، وإحراز بطولة مهمة زي بطولة كأس مصر. طبعا لحظات مهمة جدا وغالية جدا لكل جماهير النادي الأهلي، بنشوف فيها تتويج رجال كرة اليد بالنادي ببطولة كأس مصر. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحلة اللي جاية والبطولات المختلفة القادمة. دي كانت جزئية مهمة وكانت مباراة من ضمن المباريات المهمة النهاردة بخلاف مباراة كرة القدم اللي في الحقيقة عندنا تعليق كتير جدا عليها، لكن الوقت ممكن ما يساعدناش شوية. خليني سريعا أروح لتقرير للكابتن محمود الخطيب وكلمة ليه بمناسبة طبعا مرور 114 سنة على تاريخ إنشاء النادي الأهلي. نروح للفاصل وبعد كده نرجع لكلمة الكابتن محمود الخطيب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رمضان كريم وشهر كريم علينا جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر دايما بخير وشعبها وكل مؤسستها الوطنية في تقدم وازدهار إن شاء الله. الحقيقة يمكن النهاردة يوم مش عادي بالنسبة لينا احنا كأهلوية، يعني لأنه النهاردة هو يعني عيد ميلاد النادي الأهلي 24 إبريل. كل سنة والنادي الأهلي بخير، كل سنة والنادي الأهلي هو المعلم، كل سنة والنادي الأهلي هو القائد، كل سنة والنادي الأهلي مصدر السعادة والفخر لجماهيره وأعضائه، ودايما رقم واحد بإذن الله، رقم واحد مش بس في مصر بإذن الله، رقم واحد في أفريقيا وفي الوطن العربي بإذن الله. ونتمنى طبعا نكون لينا دور عالميا إن شاء الله قريبا، يعني إن شاء الله يعني. في مناسبة النهاردة اللي يعني أكيد غالي علينا كلنا، لازم بس نفتكر مع بعض ونشكر الرجالة العظيمة أصحاب فكرة إنشاء أو مؤسسة النادي الأهلي أو تأسيس النادي الأهلي، علشان يكون هو ده نادي الشعب، يكون هو ده نادي الوطنية، رحمة الله عليهم جميعا. هنفضل كل الأجيال يعني إحنا وكل الأجيال اللي بعديهم ممتنة لرموزنا، واللي جاية ممتنة لرموزنا العظام اللي كان ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في الانطلاقة الأولى لنادي القرن الأفريقي. النهاردة كمان عايز أهني عائلة الأهلي، احنا كلنا على واحدة، عايز أهني في الأول جمهور الأهلي
جمهور الاهلي الجمهور العظيم، جمهور الاهلي الجمهور الوافي جدا جدا، جمهور الاهلي اللي هو طول عمره حقيقه في ظهرنا، جمهور الاهلي اللي بيشارك يعني او بيسند النادي في المره قبل ما بيكون سعيد في الحلو، بيشارك في المره قبل الحلو، جمهور كل يوم بيدي دروس الحقيقه في الاخلاص وفي العطاء، جمهور بيدي مش منتظر حاجه، كل الناس اللي بتحب الاهلي وبتشجع الاهلي مش منتظره حاجه، هي سعيده والسعاده دي بتديها دافع ان هم تحاول تهتم بناديها في كل وقت. هو ده جمهور النادي الاهلي العظيم. كمان عاوز اهني اعضاء الجمعيه العموميه اللي محدش ابدا يقدر ينسى دورهم في مسيره النادي الاهلي على مدار الاجيال، من يوم ما النادي الاهلي تاسس 1907 لغايه النهارده 114 سنه، كل الجمعيات العموميه اللي بتيجي على مدار التاريخ بالنسبه للنادي الاهلي بيخافوا دايما عن النادي، حاسين دايما بالنادي، بيشعروا ان في شيء ممكن يمس النادي، لو حسوا ان في شيء ممكن يمس النادي اعتقد ان كلهم اتحركوا يعني كلهم من كل اتجاه، لكن كلهم لاتجاه واحد بس هي مصلحه الاهلي، بيجنبوا عواطفهم بيحط مصلحه الاهلي فوق كل اعتبار. علشان كده النادي الاهلي دايما يعني بيراهن او احنا بنراهن دايما على وعي الجمعيه العموميه وخوفها على مصلحه النادي. الحمد لله عمرنا ما النادي الاهلي ما خسر الرهان ده، لان النادي الاهلي دايما بجمعيته العموميه وبجماهيره بخوفهم وخوفهم على مصلحه النادي. اتمنى ان خوفهم وحرصهم ده مش بس بقى للجمهور وكمان للجمعيه العموميه، اتمنى تعلموا ده لاولادكم، لان الاجيال اللي جايه برضو اتمنى انهم يكونوا على نفس الوضع ونفس الشكل ونفس القدره على العطاء والحب والاتجاه لمصلحه النادي الاهلي. عايزين نعلم اولادنا ده عشان الاجيال اللي جايه باذن الله. كمان احب ان انا ما انساش كل مجالس الادارات السابقه بالنسبه للنادي، كل مجلس اداره على مدار التاريخ ليه دور، كل مجلس اداره بيكمل يعني مسيره المجلس اللي قبله، دي ميزه النادي الاهلي، الترابط ده والتلاحم ده هو ده ميزه النادي الاهلي. وزي ما قلت قبل كده النادي الاهلي طول عمره يا جماعه يعني هو زي سلسله ذهبيه، اجيال بتكمل اجيال او اجيال بتكمل بعض. فانا حقيقه بشكر الجميع وبحيي كل اعضاء مجلس الاداره السابقين كلهم. كمان بقى نيجي للمنظومه الحاليه، منظومه العمل الحاليه اللي هي مجلس اداره، الاداره التنفيذيه، الموظفين والعاملين، اللعيبه، المدربين، كل المنظومه، كل المنظومه اللي بتعمل في النادي الاهلي. انا عندي الحقيقه رساله للكل، عايز اقول لهم في عيد ميلاد النادي الاهلي الانتماء للنادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا، والعمل في الاهلي وعلشان الاهلي مسؤوليه اكبر، بس كمان شرف كبير جدا لكل واحد فينا انك تنتمي للنادي الاهلي، ده شرف كبير جدا ليك، الاهلي خيره على الجميع، كل من ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي النادي الاهلي له فضل عليه طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كلنا يعني مديونين للنادي الاهلي، واحنا طالما موجودين وارتضينا ان احنا موجودين في الفتره الحاليه لازم نشتغل باقصى جهد، والاخر يوم لازم نشتغل باللي يوازي قيمه وقدر النادي الاهلي وبالشكل اللي يحقق يعني او يحقق طموحات الملايين من جماهيره واعضائه. زي ما قلت يعني كمان علينا مسؤوليه كبيره جدا، والاهلي كمان الحقيقه يستحق ان احنا نضحي ونستحق نعمل كل حاجه صح علشانه. النادي الاهلي يا جماعه دلوقتي بقى العالم كله بينظر للنادي الاهلي برضه، الحمد لله رب العالمين احنا وصلنا ان الناس كلها في كل بلد في العالم النهارده عارفه ان في نادي الاهلي في مصر، عارفه النادي الاهلي ده يعني بيحقق ايه. دي قيمه كبيره جدا جدا، احنا كلنا شركاء في ده، جمهور، اعضاء، مجالس ادارات، لاعبين، كل العاملين، مجالس كل العاملين ليها دور في دوت. فعشان نبقى كده باذن الله يعني نستمر في هذا الشكل. المهم في النهايه مش عايز اطول على حضراتكم، في النهايه كل سنه والنادي الاهلي في المقدمه ان شاء الله، ودايما جمهوره واعضائه سند ليه في المره والحلوه باذن الله. كل سنه وبلدنا مصر في امن وامان، وكل سنه والخير لبلدنا باذن الله، ولحضراتكم كل الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه وفي الانترو هي لحظه تاريخيه، لان اللحظه التاريخيه جايه في يوم تاريخي
عيد ميلاد النادي الأهلي، تاريخ كبير قوي، تاريخ طويل قوي من الإنجازات والبطولات والقرارات التربوية والقرارات التاريخية اللي أثرت بشكل كبير في الرياضة المصرية. لذلك في هذه الفقرة احنا بنرحب بأحد الكتاب الصحفيين الكبار في مصر وفي الوطن العربي، الأستاذ حامد عز الدين، الكاتب الصحفي الكبير ونائب رئيس مجلس أمناء قناة النادي الأهلي. أستاذ حامد، منورنا ومشرفنا وسعداء إن احنا موجودين مع حضرتك النهاردة. أنا اللي سعيد جدا، وأنا بشوف قدامي مستقبل الإعلام التلفزيوني في النادي الأهلي. أهلا بك يا أستاذ حامد، دي شهادة طبعا كبيرة جدا بالنسبة لنا، منورنا ومشرفنا، وأكيد هيكون حديث شيق النهاردة بإذن الله. يا رب نكون دمنا خفيف على جماهير الأهلي، اللي هي تقريبا 90% من الذين يشجعون الرياضة في مصر. ان شاء الله باذن الله. اكيد هيكون حوار مهم جدا مع الاستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحفي الكبير، بس خلينا في البدايه نروح لتقرير عن تاسيس النادي الاهلي ونرجع نبتدي هذا الحوار الهام جدا. يلا بينا. ونحن نحتفل بالنادي الاهلي في عيد ميلاده السنوي، تشاء الأقدار أن تكون أول بطولة يفوز بها الأهلي في تاريخه في شهر أبريل، وهو الشهر الذي تأسس فيه الأهلي. كانت بطولة كأس السلطان حسين أول بطولة لكرة القدم يفوز بها الأهلي في تاريخه، وهي البطولة التي بدأت موسم 1916-1917 وأقامها الاتحاد المصري الإنجليزي لكرة القدم. عندما تم الإعلان عن إقامة البطولة رفض الأهلي المشاركة بها، وكان السبب وطنيا خالصا، فالاتحاد المنظم للبطولة أغلبه من الأجانب ولا يضم عددا مناسبا من المصريين، وعندما زاد عدد المصريين وافق الأهلي على المشاركة في البطولة بداية من الموسم التالي 1917-1918. فازت فرق الجيش الإنجليزي بأول 4 كؤوس للبطولة، وجاء موسم 1920-1921 وفاز نادي المختلط بالكأس واحتفظ بها في الموسم التالي، لكن المختلط خرج من دور الثمانية في موسم 22-23 على يد فريق الطيران التابع للجيش الإنجليزي، فانزعجت الأوساط الرياضية خوفا من عودة الكأس السلطانية لأحضان الإنجليز من جديد، وكتبت الأهرام: أملنا في الأهلي. في هذه الأثناء فاز الأهلي على فريق هامشاير الإنجليزي بهدفين في دور 16، وعليه أن يلاقي فريق الطيران الذي هزم المختلط، فخرجت الصحف ومنها الأهرام تدعو الأهلي للفوز والحفاظ على الكأس لمصر. وبالفعل استطاع الأهلي الفوز على فريق الطيران بهدف نظيف، ثم فاز في نصف النهائي على فريق الشبان المسيحيين ب3 أهداف لهدف واحد، وهو الفريق المصري الوحيد الذي قابله الأهلي في طريق البطولة. وفي النهائي كان على الأهلي أن يقابل فريق دراغونز، وهو أحد فرق الجالية الإنجليزية. ومن الطرائف أن موعد المباراة النهائية كان في اليوم التالي لاحتفالات شم النسيم، فكتبت الأهرام: أملنا في لاعبي النادي الأهلي ألا يسرفوا في صحتهم يوم شم النسيم، فيخرجوا يوم الثلاثاء إلى الدراغونز وهم متأثرون، وخير لهم أن يؤجلوا شم نسيمهم إلى أن يأخذوا الكأس ويشموا فيها كل فخر ونسيم عليل إن شاء الله. وفي النهائي يوم 10 أبريل 1923 لعب الأهلي مع دراغونز المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب السكة الحديد في جزيرة بدران بشبرا، وفاز بهدفين لهدف، ويحصد نجومه أول بطولة في تاريخ الأهلي
والذي فاز بالكأس السلطانية 7 مرات في تاريخ البطولة. تاريخ كبير للنادي الأهلي، حافل بالإنجازات والأخلاق والمبادئ والقيم، وفي الحقيقة الواحد بيحب يستغل أي فرصة علشان يسمع فيها مناسبات وأجزاء مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، ومفيش فرصة أحسن من كده يكون معانا طبعا الأستاذ الكبير والكاتب الكبير الأستاذ حامد عز الدين عشان نبتدي معاه حديثنا بخصوص ذكرى تأسيس النادي الأهلي. وأنا عايز أبتدي مع حضرتك بالأهداف الرئيسية وراء تأسيس النادي الأهلي في 1907. الحقيقة أنه من خلال الاسم يعني صاحب الفكرة عمر بيك لطفي عندما قرر أنه طبقا للقوانين التي كانت سائدة آنذاك أن يؤسس نادي، فأسماه النادي الأهلي للرياضة البدنية، الأهلي بالإنجليزية ناشونال يعني وطني أو قومي. فالمقصود كان هو أن نقول أو يقول هؤلاء الذين أسسوا النادي الأهلي للمحتل الإنجليزي أن نحن وطنيون، نحن نؤسس ناديا لكي يعبر عن الوطن. ومرت السنون وإذا بالنادي الأهلي يصبح نادي أهل مصر. النادي الأهلي نادي أهل مصر، والدليل ببساطة بالمنطق يعني أن الأهلاوية موجودين في إسماعيلية وبورسعيد، إسماعيلية عندها الإسماعيلي وبورسعيد عندها المصري، وفي المنصورة وفي دمياط وفي الشرقية وبني سويف، في كل محافظات مصر، في كل أنحاء مصر المحروسة أهلاوية، لأنه غير مرتبط جغرافيا بمكان لكنه مرتبط في صدور وعقول المصريين بأنه نادي أهل مصر، النادي الوطني، النادي القومي، مش يعني مش نادي بيمثل مدينة أو محافظة أو هكذا. فدي الفكرة كانت واضحة من التسمية بتاعت النادي الأهلي، وبالتالي فهي دي أهداف تأسيس النادي الأهلي، ليجمع الشباب المصري ويبدأ بهم مشوار مهم جدا في التربية والتعليم وكيف تكون رياضيا بحق. وكانت بداية لتمصير الأندية المصرية طبعا بعدها بسنوات، لأنه إحنا الآن بنتكلم بعد مرور 114 سنة، وإن شاء الله تحتفلوا بال115 وبال200. احنا بنتكلم على حاضر النادي الاهلي اليوم ومستقبله، لكن الاساس هو في الذين اسسوا. لو لم يكن الاساس قويا ما كان الاهلي اليوم في الوضعية العظيمة التي وصل اليها، وان شاء الله في المستقبل يكون افضل وافضل باذن الله. طيب، بداية من اختيار عمر لطفي بيك لاسم الاهلي، وحضرتك قلت الاسم فيما معناه او معنى كلمة الاهلي باللغة الانجليزية الاهلي ناشونال، لا هي حتى باللغة العربية الاهلي. انا بقول ايوه بقول البنك الاهلي، يعني ايه البنك الاهلي واحنا في مصر؟ يعني البنك المصري، البنك المصري. اما اقول النادي الاهلي، وعلى فكرة الاهلي صفة، يعني انا ما باجي اقول مثلا نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي ده مضاف ومضاف اليه، فالاسم مضاف إلى كلمة نادي، لكن عندما نقول الأهلي فنحن نقول النادي الأهلي مش نادي الأهلي. تمام. يعني نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، نادي الترسانة، إلا الأهلي، الأهلي صفة وليس مضافا إليه. نعم. طيب، بداية تأسيس عمر لطفي بيك، نعم، والشخصيات الوطنية اللي كان ليها دور في تأسيس النادي الأهلي، أعتقد ده كان ليه دور حتى في بداية اسم هذا النادي أمام جموع الشعب المصري. الحقيقة أنه النادي الأهلي زي ما اتفقنا هو هدفه
أن يمثل الوطن، يمثل الوطن المصري بشبابه بالتأكيد. رغم أن الذين أسسوا النادي الأهلي كانوا معظمهم بشوات وبكوات، لكن اللي حصل بعد كده أنه أصبح النادي الأهلي هو الملتقى، وهو الكيان الذي يضم كل أبناء الشعب المصري، حتى من البسطاء. مش لازم يبقوا أعضاء في النادي الأهلي لأن كانت فيه رسوم عضوية كبيرة شوية، لكن بتشجيع النادي الأهلي وانتظار النادي الأهلي لكي يشارك في المسابقات، لأنه كان رافض عندما كانت الاتحادات الرياضية اتحادات مختلطة، وكان بيبقى حريص جدا على أنه هو يعطي الدفعة للجزء المحل، الجزء المصري في الاتحاد المختلط، إلى أن ربنا سهلها لنا وبقى الاتحاد المصري، وبدأ النادي الأهلي يجهز فرق في مختلف البطولات في مختلف الرياضات والألعاب وهكذا. تمام. طيب أستاذ حامد، دايما بيبقى فيه تساؤل عند بعض الجماهير، وهم مش أهلوية في الحقيقة لكن جماهير الأندية الأخرى، مقولة الأهلي نادي المبادئ والقيم. نعم. إزاي تم ترسيخ المبادئ والقيم داخل النادي الأهلي، وإزاي تم تأسيسها أو مش تأسيسها، تعويد جمهور النادي الأهلي وأعضاء جماعة العمومة النادي الأهلي على جزئية المبادئ والقيم، جت منين أصلا؟ أنا ذات يوم تساءلت نفس السؤال. كيف أصبح الأهلي هو هذا المكان الأقرب إلى النموذج الأعلى في الأخلاق، في داخله، في تعامل حتى أعضاؤه مع بعض، في تعامل أعضاؤه، في تعامل المسؤولين في مع بعض. إزاي الكلام ده جه إلى أنه في يوم وقع بين يدي أول لائحة لتنظيم العمل في النادي الأهلي، وجدت أن عضو النادي الأهلي لا يجوز محاسبته أو مساءلته أو عقابه إلا بشروط معينة، أولها أن يسيء التعامل مع العاملين اللي بيقدموا له شاي وقهوة. أول حاجة إيه ده؟ أنت تؤسس للأخلاق. إذا كنت سأحاسب العضو بتاع النادي عندما يسيء التعامل مع أحد العاملين أو الموظفين في النادي الأهلي، فما بالنا لو أساء التعامل مع عضو آخر. بس دي كانت نمرة واحد، وبعديها بقى إساءة، يعني إساءة التعامل بين الأعضاء وهكذا. فالجملة دي فهمتني إحنا ماشيين إزاي. أنا عايز أسألكم أنتم وعايز أسأل أعضاء النادي الأهلي، هل سبق لهم أن شاهدوا خناقة بين اتنين في النادي الأهلي دون أن تعلق على لوحة الإعلانات قرارات، قرار بإيقاف العضو؟ طبعا. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ده هو الأساس اللي اتبنى عليه. أنا عمال أقول الأساس واللي اتبنى عليه، إحنا كان الأهلي مجرد المبنى الاجتماعي وفي ملعب كده الناس تلعب فيه. النهاردة النادي الأهلي ما شاء الله في 4 مقار، وإن شاء الله في يونيو سيكون افتتاح المرحلة الأولى من المقر الرابع في التجمع. النادي الأهلي في الجزيرة كان حق انتفاع من محافظة القاهرة بمقابل، النادي الأهلي في مدينة نصر أرض اشتراها النادي الأهلي، نادي الأهلي في الشيخ زايد أرض اشتراها النادي الأهلي، نادي الأهلي في التجمع أرض اشتراها النادي الأهلي. لو حسبنا احنا زودنا في مساحة الأهلي جغرافية قد ايه النهاردة مقارنة بما كان عليه يوم تأسس، هنعرف انه الأجيال الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وانتوا منها في النادي الأهلي يعني التزمت بالتنمية، بتنمية النادي الأهلي وزيادة رقعة النادي الأهلي وهكذا، ومنح الفرصة للمزيد من المصريين لأن يكونوا أعضاء في النادي الأهلي. أما الجماهير فهذا أمر المحبة من الله حقيقي.
المحبة من الله. فعلا جماهير الأهلي تحب الأهلي إلى درجة العشق. جماهير الأهلي لا تتعامل مع الأهلي كفريق يفوز أو يخسر أو كده. وعلى فكرة أنا سعيد جدا النهاردة أنه أنا موجود معاكم في يوم عيد ميلاد النادي الأهلي، وكان النادي الأهلي فيه منافستين مختلفتين، الأولى في كرة القدم وحقق فوزا كبيرا، والثانية كانت في نهائي كأس مصر لكرة اليد، والحمد لله ربنا وفق لاعبي الأهلي وحققوا المطلوب. لكن الحقيقة أنه حتى لو خسر اللاعب الأهلي بتكتشف أنه هم قدموا كل ما لديهم فعلا. عشان كده أنا دايما أقول نحن لا ننتظر، لأنه المكسب في الرياضة وفي الألعاب الجماعية غير الألعاب الفردية طبعا بيتوقف على درجة من التوفيق وعدم التوفيق. ده بيحصل زي ما شفنا في الماتش اللي هو قبل الأخير مع سموحة. الأهلي قدم أعظم عروضه على الإطلاق بعيدا عن النتيجة، لكن عنصر التوفيق، التوفيق ده جزء مهم، وإلا ما كانت دراما كرة القدم إنك أنت ما تعرفش تقول إيه اللي يحصل، ما تعرفش الظروف هتعمل إيه. الأهلي قدم أفضل مبارياته مرة أخرى، أفضل مبارياته هذا الموسم أمام سموحة وخسر. تمام. طيب بمناسبة بقى انتصار فريق النادي الأهلي لكرة القدم، والنهاردة احتفال بالتأكيد 114 سنة، عندنا تهاني وعندنا تقارير النهاردة مميزة جدا وفيها تفاصيل كتيرة. نطلع بالتأكيد لفاصل وتقرير، والتقرير بالتأكيد فيه تهاني للاعبي ونجوم النادي الأهلي بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الأهلي وعيد ميلاد الأهلي 114 سنة. Would like to congratulate the Ali Club, the Ali community, which includes everybody from the board of directors, the players, the staff, and the Ali supporters all over the world for the anniversary. It's a milestone. It's a big anniversary. So many years behind the success of the club, a lot of trophies, a lot of history made, and we would like to rejoice and look back and check where we come from. Look at the titles that have been won. Look at the sacrifices that our supporters have done and everybody. So we'd like to say happy anniversary. Shukran. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل جماهير النادي الأهلي بخير. 114 سنة على تأسيس النادي الأهلي، كل سنة وانتم طيبين. 114 إنجازات وبطولات، يا رب دايما زي ما كان الماضي مشرف وعظيم ببطولات وإنجازات، يا رب المستقبل كمان يبقى كده بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وكل جماهير النادي الأهلي بخير. كل سنة وانتم يا أهلي على مرور 114 سنة بطولات وإنجازات، إن شاء الله اللي جاي برضه بطولات وإنجازات على طول بتفرح جمهورك والشعب كله. كل سنة وانت يا أهلي. كل سنة وانت طيب يا أهلي، كل سنة وانت مصدر الفخر والسعادة والنجاح والتضحية والعطاء لكل جمهورك ولكل جمهور مصر ولكل مصر كلها. كل سنة والنادي الأهلي بخير، ودايما النادي الأهلي رقم واحد في مصر وفي العالم، ودايما النادي الأهلي رقم واحد في أفريقيا. وكل سنة وإحنا جزء من تاريخ النادي ده وجزء من كيان النادي ده، وفخورين إن إحنا موجودين في النادي ده. النادي ده مصدر سعادة لكل مصر، النادي ده شرف لنا كلنا إن إحنا موجودين فيه، ودايما النادي الأهلي فوق. كل سنة وأنت طيب يا أهلي. كل سنة وأنتوا طيبين لجمهور النادي الأهلي العظيم، ودايما إحنا في ظهركم بمناسبة 114 سنة. يا رب نفضل كده موجودين في النادي الاهلي ونحقق كل البطولات والامنيات بتاعه اللعيبه وانتوا في ظهرنا. كل سنه وانتوا طيبين، كل سنه وكل جمهور النادي الاهلي طيب وبخير. كل سنه والنادي الاهلي بخير، وسنه سعيده على النادي الاهلي وعلى جماهيره، وان شاء الله مزيد من البطولات والانجازات. كل سنة وكل جمهور الأهلي بخير، كل سنة والأهلي طيب، وكل سنة وكل بطولات، وإن شاء الله نحقق كل إنجازات للنادي الأهلي، ودايما في بطولات ودايما في خير. كل سنة الأهلي طيب. 114 سنة.
طيب يعني في الحقيقة قيمة النادي الأهلي بتبان في مثل هذه التقارير اللي من خلالها بنشوف رؤساء الأندية العالمية والشخصيات الرياضية الكبيرة وهي بتهنئ النادي الأهلي بمناسبة مرور 114 سنة. بالتحديد عايز أتكلم على بوتراجينيو، طبعا ده الرجل الثاني في ريال مدريد بعد فلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد، وكان ملقب بالفتى الذهبي وحقق إنجازات كبيرة جدا مع نادي ريال مدريد الأسباني. بعد كده جيرمان أرتيتا رئيس منظمة نادي سيلتا فيجو أحد الأندية العريقة جدا في أسبانيا، خيدو فادر مدير العلاقات الدولية لنادي فاينورد الهولندي، وده أول نادي هولندي يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 1970، وكمان السيد وائل القاضي مالك ورئيس نادي بريستول روفرز الانجليزي، وهي تهنئه بمناسبه يعني تاسيس النادي الاهلي ومرور 114 سنه. وهسال وهاخد تعليق الاستاذ حامد عز الدين، ارحب بس بالشيف محمد عبد الباقي الاول اللي هيعمل لنا السحور النهارده في الفقره الاخيره من حلقه الاهلي في رمضان. اهلا بيك يا شيف. اهلا بيك، منور. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. طيب يا شيف محمد، والف مبروك للنادي الاهلي. اهلا بك، الله يبارك. طيب استاذ حامد، عندك تعليق على كل هذه الشخصيات وتعليقاتهم وتهانيهم للنادي الاهلي؟ لا، انا عايز اوجه تحيه خاصه جدا لكل فرد من كبير لاصغر واحد في المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي. زمان كان النادي الاهلي ومنذ عام 1974 رائدا، وهو يصدر أول مجلة رياضية لنادي ليس في مصر طبعا ولكن في الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية. كانت هذه هي وسيلتنا الإعلامية. اليوم منظومة الإعلامية للنادي الأهلي بكل فخر هي الأقوى في الشرق الأوسط، هي الأقوى في القارة الأفريقية، هي الآن تنافس على المستوى العالمي، سواء من خلال الموقع الرسمي والسوشيال ميديا التابعة للموقع الرسمي للنادي الأهلي التي يتابعها الملايين، أو من خلال قناة النادي الأهلي خصوصا بعد تطويرها الجديد. وإن شاء الله نحن نطمع إلى الوصول بالبث إلى أفريقيا كلها وإلى الولايات المتحدة الأمريكية قريبا. نمرة ثلاثة، السوشيال ميديا التابعة لقناة الأهلي أيضا متابعوها بالملايين، إضافة إلى مواقع عشاق النادي الأهلي وأيضا يتابعها مئات الألاف. فنحن المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي سواء كانت رسمية أو تابع القناة في موقف عالي جدا. وأضيف إليه مؤخرا فيرجن، نسخة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الفرنسية، مما جعل الأهلي يصل بسهولة جدا إلى الكثيرين. أنا شاهدت منذ يومين حوار أجري في التلفزيون السويسري مع ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي. كان المذيع الذي يتحاور مع ريني فايلر مندهشا وهو يقول له ان 12 مليون يتابعون الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ان 6 ملايين يتابعون موقع النادي الاهلي على الفيسبوك، و7 مليون يتابعونه على كذا. هذا النادي الكبير كيف كنت تتعامل فيه؟ كان يتحدث بانبهار واندهاش اسعدني واثلج صدري. وعليه فإن ما حدث اليوم لأنهم أصبحوا يجدون سهولة في متابعة النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي، اللي هو يعني أصبح يوازي المنظومات العالمية بالضبط. في يعني طبعا احنا آخر شيء بايرن ميونخ والأهلي بيلعبوا، انتوا شفتوا كان حجم التعاون والتفاعل الإعلامي بينهم وبين النادي الأهلي وموقع النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي كان كبيرا جدا. احنا الآن في مصاف هذه الأندية. طيب، فأرجوكم لا نريد ان احنا ان احنا ايه يعني نعطي اهتماما
بالناس اللي أقل. الآن في فراسخ ضوئية، سنوات ضوئية بين النادي الأهلي وغيره من المنافسين على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي. طيب. وهكذا. بمناسبة التفاعل، عايزين نتفاعل مع إنجاز تاريخي وإنجاز جيد اتحقق النهاردة بالنسبة للعبة كرة اليد. زي ما بنتكلم عن التاريخ، الحاضر في بطولات وفي إنجازات تاريخية، لذلك أستاذ حمد برحب في هذه اللحظات بالكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي معنا على الهاتف. كابتن طارق، ألف مليون مبروك، إنجاز طيب، ختام موسم ببطولة تستحقوها، وبالتأكيد كنتوا أيضا تستحقوا بطولة الدوري، لكن عنصر التوفيق في اللحظات الأخيرة بالتأكيد كان ليه دور. ألف مليون مبروك كابتن طارق. الحمد لله رب العالمين. أنا حضرتك كل الساده الموجودين مع حضرتك معايا طبعا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حامد عز الدين بيسلم على حضرتك، بيقول لك الف مبروك. استاذنا كلنا وانا سعيد ان انا معاكم دلوقتي. الكوكبه اللي موجوده دي الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بنهايه موسم ان احنا قدرنا نكسب بطوله الكاس. بهدي بطوله الكاس لجمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره اللي ما دخلتش على الفرقه. احنا كان عندنا هدف بناء فرقه من متوسط عمرها 22 سنه مع وجود الخبرات. قدرنا الحمد لله ان احنا نوصل لمكانه عاليه جدا، ان احنا نوصل لمباراه فاصله مع نادي الزمالك وخسرنا فارق هدف. قدر الاولاد ان هم بعد توجيهات كابتن محمود الخطيب بعد الماتش الاولاد وقال لهم كلمه جميله جدا، دي عايز اقول لك يعني مش استغفر الله العظيم ما ينفعش اقول رده روح، عايز اقول لك ان هي ادتهم طريق الامل في المكسب مره ثانيه. اولاد صغيرين منهم 8 اول مره يلعبوا في نادي الاهلي، كلمه كانت مؤثره جدا، قال لهم انا عندي ثقه فيكم كبيره، انتوا عمركم صغيره، انتوا لعيبه صغيرين وكويسين، وانا عارف ان انتوا المستقبل ليكم، شد حيلكم، وانا مطلوب منكم ان انتوا تكسبوا بطوله الكاس. الكلمه دي كانت مؤثره جدا للجهاز الفني واللعيبه، والحمد لله قدرنا ربنا يكرمنا دخلنا مباراه النهارده وكسبنا. انا بقى على المستوى الشخصي انا اتولدت وكبرت ودخلت النادي الاهلي وانا عندي 7 سنين، النادي الاهلي ده صاحب فضل عليا في كل حاجه. انا اسعد انسان النهارده في يوم تاسيس النادي الاهلي الله. ان انا اقدر اسعد جمهورين النادي الاهلي ببطوله في يوم تاسيسه. وان شاء الله هتسعدنا دايما يا كابتن طارق ورجال كره اليد بالنادي الاهلي، حاول مزيد والمزيد من الالقاب. عايز ابارك لك طبعا مره ثانيه امير هشام معاك، وعايز اسالك سؤال مهم جدا وهو بيتعلق بالتعامل النفسي بعد خساره بطوله الدوري من ايام امام نادي الزمالك، وانك ترجع النهارده وتتفوق على نادي الزمالك على مدار المباراه بالكامل وفي عدد الاهداف، وكان بيبقى الفرق في بعض الاحيان بيوصل لخمس اهداف. ازاي قدرت تعد لاعبيك نفسيا قبل هذه المباراه وبالتالي قدرت ان انت تحقق هذا اللقب؟ والله زي ما انا قلت لحضرتك، انا البدايه بتاعتي بدات من كلمه الكابتن سهلت لك الدنيا، اديتني البدايه هي اللي اديتني المساحه ان انا اشتغل على اللعيبه، والحمد لله اشتغلت على اللعيبه من البدايه. الكلمه هي اللي اديتني المساحه فاشتغلت عليها. انا بقول لحضرتك احنا عندنا متوسط عندنا 10 احنا المسجلين في الاتحاد 18 لعيب منهم 10 فوق تحت ال 22 سنه او 22 سنه، فده طبعا ان انت تعمل فريق في المكانه دي وتوصل مع النادي الزمالك في مباراه فاصله ويكسبك بفارق هدف في الثواني الاخيره، وكل لعيبه نادي الزمالك خبرات الاحمر والدرع وبكار واكرم والمجموعه دي خبرات كبيره، ناس لعبت كاس عالم كبار، ناس في مراكزها تقيله، ان انت توصل معاهم لنهايه الدوري بفارق هدف تخسر الدوري وتيجي الكاس زي ما حضرتك قلت تبقى ليدنج طول الكاس طول المباراه وتقدر تكسب المباراه بفارق 4 اهداف، وكان ممكن يبقى سكور اكتر، لكن الحمد لله ربنا اكرمنا. نصره كانت كبيره وانا بهديها لكل جمهور النادي الاهلي اللي محتاج فرحه لكره اليد، اديناهم فرحه الموسم ده، وباذن الله باذن الله انا اهديتهم جيل، اتمنى من ربنا ان الجيل ده يسعد جميع جمهور النادي الاهلي لمده 10 سنين قدام ان شاء الله. وانا واثق فيهم جدا وواثق في مجلس الاداره اللي هو مش هيبخل على الجيل ده في الفترة القادمة ان يسعد جمهور النادي الاهلي بكل امكان. طيب كابتن طارق، الاستاذ حمد عز الدين عايز يقول لك حاجة. انا عايز اقول لك محمد استاذنا ازيك وازي حضرتك؟ ازيك انت كل سنة وانت طيب. وانت طيب الحقيقة انا عايز اقول لك انت اسعدت ملايين الاهلاوية في مصر اللي كانوا بيتابعوا النهارده النهائي
الحمد لله. وانا كنت لسه بقول انه الفرقه الاهلي الصغيره تحت 20 سنه كسبت نادي الزمالك وخدت الدوري تحت 20 سنه وانا اتفرجت عليها، وانه هذا العدد في منهم اربعه النهارده كانوا قاعدين على البنج على فكره. انا بقول عندي اربعه كانوا تحت 19 سنه قاعدين على البنج النهارده. ان ده بيدينا ثقه كبيره جدا جدا في المسؤولين عن كره اليد في النادي الاهلي، وثقه كبيره جدا في انه النادي الاهلي يظل على القمه لسنوات كتيره قادمه باذن الله. ومره ثانيه اسعدتنا، والتحيه كلها ليك وللجهاز الفني ولكل لاعب في فرقه النادي الاهلي النهارده. شكرا لحضرتك، ودي الكلمتين حضرتك دول وسام على صدري اما يكون واحد زي حضرتك قامه وقيمه يقول الكلمتين دول في حق هذا الفريق، فانا بشكر حضرتك على الكلمتين الجمال دول. احنا اللي بنشكرك يا كابتن طارق. الف مبروك مره تانية، ومستنيين منكم الكتير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. مبروك عليكم ومبروك علينا كجمهور النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه. طبعا الكابتن طارق محروز المدير الفني لرجال كره اليد بالنادي الاهلي عقب التتويج منذ قليل ببطوله كاس مصر كان معانا على الهاتف واتكلمنا معاه في بعض الاجزاء المهمه جدا بعد هذا الانجاز. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل حوارنا الشيق جدا مع الاستاذ حامد عز الدين. استنونا. انا سعيد جدا ان كل الاهلاويه بيحتفلوا بمرور 114 سنه على انشاء النادي الاهلي. الحقيقه انا كنت يعني ليا الشرف ان انا دعاني الكابتن حسن حمدي والاستاذ المهندس ابراهيم معلم ان انا شاركت في مئويه النادي الاهلي، ورحت امام يعني اعداد كبيره جدا من مشجعي النادي الاهلي واتكلمت عن الفراعنه، ويومها اطلقت نكته ان انا قلت ان الفراعنه كلهم كانوا اهلاويه، وناس كتير جدا ما خدوهاش عليها نكته، اعتقدوا فعلا ان الفراعنه اهلاويه. انا يعني سعيد بالنادي الاهلي جدا، لان الان النادي الاهلي مش نادي رياضي فقط، لا ده مؤسسه تربويه بتعلم الشباب والكبار الالتزام، والمؤسسه التربويه دي خلتنا كلنا كاهلاويه نعشق هذا النادي، لانه نادي عنده مبادئ وفي اخلاق، وبالتالي مش مهم عندنا ان احنا بنكسب بطولات، لا اهم قبل المكسب لازم يكون عندنا مبادئ نعتز بيها كمشجعي النادي الاهلي وكاعضاء في النادي الاهلي. على هذا الاساس انا دايما بقول ان النادي الاهلي ده في قلوب كل المصريين وفي قلبي انا بالذات. ممكن انا لا اعتقد ان فيه ما فيش مباراه الاهلي عملها في كره القدم انا ما شفتهاش، لان بحس ان احنا كلنا بنعشق هذا النادي. الحب مش كفايه، لكن العشق هو اهم حاجه، واحنا بنعشق النادي الاهلي، نادي عظيم ونادي القرن، وعشان كده احنا كلنا كاهلاويه فخورين بالنادي الاهلي، وبنقول لكل الاهلاويه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مرور 114 سنه على انشاء هذا النادي العظيم. زاهي حواس. اهلا بحضراتكم من جديد. زاهي حواس قال كلام مهم جدا، لان في جزء من كلامه انا شفته بنفسي في المئويه عام 2007 وكانت لحظات تاريخيه، لكن الجمله اللي هتوقف عندها الاستاذ حامد عز الدين بالتاكيد هيعلق عليها. قال نكتة وقتها والناس خدتها. أنا عارف في ناس لما بتسمع أي كلمة فيها الأهلي كده بتبقى الحالة مش مظبوطة يعني، فالراجل قال نكتة. لا هو قعدت تتكلم فيها لغاية دلوقتي. لا هو جاء مرة أخرى كان في افتتاح استاد الأهلي والسلام وقال وهو يبتسم ما أنا قلت لكم، هو الراجل بيقول نكتة الفراعنة أهلوية، فنبدأ نعمل تحليل تاريخي وأثري وحضاري، هل كان يمكن أن يكون الفراعنة أهلوية؟ يا جماعة ما هي مصيبتنا أن هناك من يجلس على مقاعد قادة الإعلام وهو يفكر بقدمه، ونحن ليست لدينا هيئة مسؤولة عن إصدار تراخيص العمل الإعلامي. احنا بنطلب من وزارة الداخلية انها تعمل اختبارات لسائقي التوك توك
ولم نطلب من أي هيئة ولم تبادر أي هيئة مسؤولة عن الإعلام في مصر بأنها تصدر تراخيص عمل للذين يجلسون أمام الشاشات أو وراء الميكروفونات. ألا يكفينا ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا يسيطر عليها أحد حتى يصبح المنتوج الإعلامي التلفزيوني والإذاعي مصدرا للمزيد من الاحتقان والفتن بين جماهير الكرة المصرية؟ هذا غير معقول. ما يجري هو سيرك إعلامي رياضي، سيرك إعلامي رياضي، فعلا هذا سيرك إعلامي رياضي. الناس لابد أن تفهم أن دور الإعلام لا يمكن أن يكون إثارة الفتنة، لا يمكن أن يكون. أنا كنت سعيد النهاردة جدا، والمباراة السابقة أيضا كانت بين الأهلي والزمالك، يعني عندما نزل الكابتن الخطيب كما نزل قبلها وهو في مباراة أخرى لسيدات الأهلي وكانوا أمام الزمالك في نهائي بطولة، وصافح كل لاعبات نادي الزمالك ثم لاعبات النادي الأهلي، نزل لكي يسلم الكأس أو درع بطولة الدوري للاعبي الزمالك وهو مبتسم جدا. فهل يصح أن يكون على الصفحة الأولى للإصدار الخاص بنادي الزمالك بن حسين الشقيق إساءة للكابتن الخطيب على هذه الروح الرياضية؟ العجيب أن لاعبي الزمالك اليوم ولاعبي الأهلي تصافحوا وتعانقوا في نهاية البطولة حقيقي. وكأنهم يقولون لمسؤوليهم الإعلاميين بالزبط. عيب بالزبط. عيب. الروح الرياضية يجب أن تكون السائدة. احنا بنلعب رياضة، الرياضة هي انعكاس للحياة. عندما يكون الملعب مليء بالجمهور والشباب المصري يتنافس وده يكسب أو ده يكسب أو يتعادلوا، هذه حياة، هذا انعكاس للحياة. بالضبط. احنا عندما توقفت كرة القدم لسبب أو لآخر أو وتوقفت الأندية عن استقبال أعضائها، أنا كنت من أكثر الداعين إلى أنه كده ما ينفعش. ليه؟ لأن دي أماكن بيروحها الشباب ويتنافس فيها الشباب ويتعلم فيها الشباب وهكذا، ما ينفعش أنها تقف بسبب كورونا على فكرة. وقلت نعمل إجراءات احترازية وهكذا لعودة الحياة. فأنت الآن تطلع أنت لعيبة بتوع الفرقتين نموذج الروح الرياضي، لأن كلهم مع بعض لعيبة منتخب مصر. كرة القدم اللي فاز فيها الأهلي على الزمالك 2-1 شفنا كم قمة قمة في الروح الرياضية. عادي هذه هي الروح الرياضية. إحنا نزكي هذه الروح أم نقتلها ويتقال علينا إعلاميين؟ هل كان كيف أنا أدرس الإعلام التلفزيوني في عدد من كليات الإعلام الموجودة في مصر، فهناك وظيفة من وظائف الإعلام هي التثقيف. فما بالنا إن كان من يجلس على كرسي القائد الإعلامي جاهل؟ إذا كان يتحدث بقدمه فكيف يدرك ما يقوله عقله؟ تعبير قوي جدا في الحقيقة. حقيقي. خلينا نروح للشيف محمد عبد الباقي نطمن كده نشوف عامل ايه النهارده، عامل لنا ايه الانواع على السحور النهارده؟ في فول بالبيض، في طعميه اساسي، بيض عيون، تمام. في بقى حاجه جديده النهارده، مدردره. مدردره وفي زي الفول ده اختراعنا بالعدس الجبه. الله. عدس الجبه معمول زي الفول ده سحور مخصوص عشان اللحظه التاريخيه طبعا. تمام. طيب خلينا نرجع للاستاذ حامد ونتكلم على نادي الاهلي في ذكرى مهمه زي النهارده وتاريخ تاسيس النادي الاهلي 114 سنه. انا عايز بالتحديد يا استاذ حامد اتطرق لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على مدار التاريخ، واكيد في مواقف ليهم مؤثره حضرتك يعني اكتر الناس تقدر تقول لنا بعض هذه المواقف واللي ايضا من خلالها بيتم ترسيخ بعض المبادئ اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على مدار تاريخه. الحقيقه انا طبعا عضويتي في الاهلي تعود الان لحاجه و40 سنه كعضو جمعيه عموميه. حضرت
كل الجمعيات العمومية المختلفة، ودوما دوما لا تتفق الجمعية العمومية في النادي الأهلي على اختيار ما لم يكن في صالح النادي الأهلي. ما لم يكن في صالح النادي الأهلي. وعي عالي المستوى جدا جدا لدى أعضاء الجمعية العمومية. وأتذكر أنه في انتخابات ما، دي هتقول لكم بقى الحكاية، كان هناك منافس يعني رجل أعمال من أعضاء الأهلي رشح نفسه على الرئاسة منافسا للمايسترو الخالد الكابتن صالح سليم، وقدم أنا لا أريد أن أقول اسمه ولا حاجة خالص، لأنه هو في الآخر أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قدم يعني هدايا عينية ضخمة جدا لأعضاء الجمعية العمومية بمجرد إظهار الكارنيه بتاع الأهلي. وجاء يوم الانتخابات نفسه وكانت تلقى من كل مكان هدايا بقى، كرة قدم، أزياء رياضية بترمى في الهواء يعني. بعد مرور حوالي ساعة من بداية العملية الانتخابية التقيت شقيقة، قلت له إيه الأخبار؟ شقيق المرشح. تمام. فقال لي الحمد لله اديت صوت الكابتن صالح شقيقه. في نهاية الانتخابات، خلصت الانتخابات وقبل فرز الأصوات، كان في حديقة اسمها حديقة الخالدين، في النادي الأهلي، فوجئت أكوام من الهدايا العينية مطلوبة محطوطة هناك عشان يشيلوها في عمال النظافة. فعرفت نتيجة الانتخابات، ده عضو جمال عمومية في الأهلي، أعضاؤه لا يشترون بأي شيء. لا يشترون بأي شيء. أبرز مثال على شخصية أعضاء الجمعية، شخصية عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي اللي يعتمد عليه، اللي يعتمد عليه جدا، اللي بيحقق دايما النموذج الأعلى في الوعي. طبعا مش عايز أحكي كتير عشان بس مثال، مثال حي لكل المعاني دي. صحيح صحيح. فأنا دايما ببقى واثق في أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي إن هم أولا وثانيا حتى الرقم 100 هم يسعون لتحقيق ما يحقق مصالح الأهلي وأعضاء الأهلي وجماهير الأهلي. أكيد. أستاذ حامد، فرصة عظيمة حضرتك معايا وأمير، عايزين نشكر نادي الرجاء المغربي على التهنئة النهاردة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأجهزته الفنية واللاعبين والجماهير على تأسيس النادي الأهلي وذكرى التأسيس 114 سنة. أعتقد كانت رسالة مهمة جدا وتهنئة عظيمة من نادي كبير في المغرب. الحقيقة نادي الرجاء تحديدا كان في موقف سابق، بس أنا إيه الذاكرة مش جايبها كويس، لكن يمكن كتير من المتابعين بتوعنا النهاردة الأهلوية، لأنه كل واحد محافظين التاريخ طبعًا النادي الأهلي. كان النادي الأهلي في المجموعة بتاعته في بطولة أفريقيا تصدر بفرق مريح جدا، بينما كان الرجاء يناضل لكي يصعد إلى المركز الثاني، وكان هناك يعني هوجة إصابات في وسط لعيبة الأهلي، اضطر إن هو يلعب بعدد كتير من البدلاء، وكان لابد أن يفوز الأهلي وأن يفوز الرجاء حتى يتأهل معا، ويتأهل الرجاء ثانيا. تمام. فلعب الأهلي أو لاعبوا الأهلي بأقصى ما لديهم من جهد، وسجلوا هدف الفوز. المباراة دي انتهت على ما أعتقد 2-1 قبل النهاية بخمس دقائق. فخرجت صحف المغرب تقول الأهلي يعلم إفريقيا الشرف. وكانت ده رد فعل جماهير الرجاء، انه الاهلي ما كان ممكن ما يتعبش نفسه او كده يعني. وحتى لكن الاهلي النموذج الاعلى للاخلاق الرياضيه،
الأهلي النموذج الأعلى للأخلاق الرياضية. طبعا القصص في هذا الموضوع كثيرة، لكنها ستسيء للآخرين وأنا لا أحب الإساءة لأحد. لذلك من هنا جاءت التهنئة من نادي الرجاء، لأن هو بالتأكيد حريص أنه يهني النادي الأهلي. علاقته وعلاقة إداراته وعلاقة كذا، ما هم الناس ما بتنساش الحاجة زي كده، موقف زي كده، موقف زي كده، يعني موقف لا يصنعه إلا الشرفاء. طيب في بعض الأحيان يا أستاذ حامد بيجي شخصيات سواء لاعبين أو بعض أعضاء النادي الأهلي اللي بيحسوا في بعض الأوقات أن هم أكبر من اسم النادي الأهلي، ازاي النادي بيقدر يتعامل مع هذه الشخصيات والاعضاء بالتحديد كمان بيتعاملوا ازاي مع مثل هذه الشخصيات تحديدا؟ لا، اللي بيتعامل مع امثال هؤلاء اللي بيتعامل معاهم هو التاريخ الاهلوي. كويس. تاريخ النادي الاهلي دوما يلفظ، ينسى، يتجاهل كل من ظن يوما أنه له فضل على الأهلي أو أن رأسه برأس الأهلي. فالأهلي فعلا هو صاحب الفضل على جميع من ينتمون إليه. كابتن الخطيب في الرسالة بتاعته كان شديد الوضوح، الأهلي هو الذي يصنع نجومه، الأهلي هو الذي يعطي لكل المنتمين له الإحساس بالفخر والشرف، لأنه هو نموذج لهذا للإخلاص والشرف النادي الأهلي. فبناء عليه هات لي حد من اللي ممكن يكونوا جم في دماغك وظنوا أن لهم فضل على الأهلي ويتذكره تاريخ الأهلي، لن تجد. أبدا لن تجد هتلاقيه منسي من تاريخ الأهلي ومن جماهير الأهلي قبل أعضائه. بالضبط. جماهير الأهلي قبل أعضائه تنسى هؤلاء ولا تغفر لهم أبدا، أنهم ظنوا أنهم رأسهم برأس الأهلي، فالأهلي فوق جميع أبنائه، عشان ما حدش يزايد علينا. الأهلي عظيم لأنه من مصر العظيمة. بالضبط. صح. الأهلي محترم لأنه يمثل مصر المحترمة. الأهلي تاريخ لأنه من مصر التاريخ. والأهلي فوق جميع أبنائه المنتمين إليه. ودليلي على ذلك أنه نحن نرى أعضاء مجلس إدارات مختلفة في النادي الأهلي وبيقدموا جهدهم بعد أن ينتخبهم أو يختارهم أعضاء الجمعية العمومية، لكن هناك العشرات بل المئات من عشاق النادي الأهلي الذين يبذلون كل الجهد ويقدمون كل الدعم دون أن ينتظروا حتى أن يعرف الناس أسماءهم. فعلا. وهذا لا يكون مرة أخرى إلا في النادي الأهلي. لن تجدوا في أي مكان، لأنه أبناء الأهلي الحب بتاع الأهلي ده أقرب إلى التقديس. حب النادي الأهلي أقرب إلى التقديس. ما حدش بيعمل شيء وهو منتظر أي شو إعلامي أو أي حاجة. لا، مكسب. أي مكسب. ما حدش بيعمل طبعاً. عشان لا 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 عشان النادي الأهلي. أيوة، لأنه عارف أنه إياك أن تفكر في ذلك وأنت ابن النادي الأهلي، وإلا سيلفظك التاريخ. بالضبط. طيب، دور وأهمية جمهور النادي الأهلي. طيب، نتكلم على التاريخ و114 سنة جمهور النادي الأهلي، أعتقد رقم واحد في هذه المنظومة، ليه دور كبير جدا في تفاصيل كتيرة مرت على تاريخ النادي الأهلي. نعم، جمهور النادي الأهلي هو سر الأسرار وراء الأهلي المنتصر، وراء الأهلي الكبير، وراء الأهلي العظيم. هذا إجمال. تفصيله في الآتي، إنه جماهير الأهلي ليست في المدرجات اليوم، لكن يشعر لاعبو الأهلي في كل الفرق وكأن الجماهير تملأ المدرجات، فهم يخشون أن تأتي عيونهم في عيون جماهير الأهلي حتى في الشارع وهم مقصرون، فلا يقصرون، يبذلون أقصى الجهد لأنهم يعلمون أنهم يمثلون
هذه الملايين الكبيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها. تمام. هذه حقيقة. طيب هذه الجماهير التي تتابع الأهلي بالملايين عبر وسائل إعلامه ووسائل التواصل الاجتماعي هي صاحبة الدور الكبير في إعطاء القيمة المادية لاسم النادي الأهلي، ليس فقط أنه نادي القرن لكنه النادي الذي يشجعه الملايين، الذي يتابع أخباره الملايين. الخبر لا يعني خبر في وسيلة إعلامية أهلوية يصل إلى الدنيا كلها في خلال 10 إلى 20 ثانية بالكتير. طيب بمناسبة ان احنا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي، فخلينا ناخد مداخلة هاتفية هامة جدا جدا مع احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، وهو العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية. يا مرجان بمساء الفل عليك وكل سنة وانت طيب. مساء الفل يا استاذ امير وكل سنه وانتم طيبين. مساء الفل يا استاذ محمد. طبعا استاذنا الكبير استاذ حمد عز الدين، مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وجماهير النادي الاهلي طيبين، وكل سنه وعائله النادي الاهلي طيبه، وكل عامل وكل موظف وكل شخص بينتمي للنادي الاهلي كل سنه وهو طيب، وان شاء الله باذن الله في الايام المباركه. ويعني لازم نبارك النادي الاهلي بفوزه بكاس مصر النهارده يوم اهلاوي الحمد لله سعيد، نبارك له بفوزه بكاس مصر ونبارك له بفوزه في مباراه انبي، وكلنا ثقه ان شاء الله باذن الله في تكمله مشوار مع النادي الاهلي يسعد جميل النادي الاهلي ويسعد الرياضه المصريه باذن الله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بمناسبه اليوم التاريخي والعظيم ده وذكرى تاسيس النادي الاهلي ومرور 114 سنه على تاسيس هذا النادي العظيم، حابب تقول ايه من قلبك يا مرجان بيه، خصوصا ان انت احد ابناء النادي الاهلي الاهلاويه اللي بجد يعني في الحقيقه، فايه اللي نفسك تقوله؟ كنت بستمع لكلام استاذ حمد عز الدين، والنهارده كنت بتفرج على كلمه كابتن محمود الخطيب، وكالعاده النادي الاهلي فضله كبير جدا 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 على اي حد بينتمي للنادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيصنع نجومه، النادي الاهلي هو اللي بيصنع ابنائه، وهضيف حاجه كمان، النادي الاهلي علم ابنائه اللي هم يكونوا يعني دايما بيدوروا على المصلحه العامه قبل اي شيء، ودايما بيكونوا عندهم هدف واحد في اي مكان بيشتغلوا فيه، اللي هم يعملوا افضل حاجه واحسن حاجه بمنتهى الحياديه ويعملوا الصح دايما، لان النادي الاهلي دايما يعني مش هقول، والكابتن خطيب كان بيقول كده وكابتن حسن حمدي دايما بيقول كده، في اي قرار خده او هتاخد في القرار خلي دايما قرارك للصالح العام وليس للمصلحه الشخصيه، الصالح العام ده هو اللي هيؤدي في الاخر لنجاحك الشخصي طالما انت بتعمل وبتاخد قرار دون اي اغراض شخصيه. فطبعا يعني انا لازم اهني في اليوم دوت جماهير النادي الاهلي، اهني في اليوم دوت ثاني كل اللي عاملين في النادي الاهلي وكل عائله النادي الاهلي، وربنا يعني يديمها علينا افراح ان شاء الله باذن الله، والرياضه المصريه دايما بخير ان شاء الله باذن الله بابنائها باذن الله يا رب. طيب بإذن الله. العبيد ده مرجان انا عارف يمكن على مدار سنوات طويله، يمكن حضرتك كنت موجود في النادي سواء لاعبا او حتى موجود بشكل على المستوى الاداري كمدير تنفيذي او حتى في الالعاب الفرديه في فتره من الفترات، وكنت احد ابطال واحد نجوم النادي الاهلي في فتره من الفترات، على مدار هذه الحقبه التاريخيه شفت اكيد مواقف وحاجات كتيره جدا في هذه الفترات كانت من اصعب الفترات اللي بتمر عليك، وسواء على المستوى الاداري او حتى على المستوى الفني او العامل وانت كلاعب او كمسؤول، كنت بتتعاملوا ازاي في هذه المواقف التاريخيه اللي ممكن مرت على النادي الاهلي سواء في السنوات العشر الاخيره او حتى قبل ذلك؟ يعني شوف الحمد لله يمكن انا واحد من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلني ببقى موجود في اصعب فترات اداريه في تاريخ النادي الاهلي بالظبط، يمكن وانا لعيب ما يعني الحمد لله كانت الامور مستقره واحنا لاعبين، لان ما كانش الامور بالشكل دوت، يعني احنا كنا لاعبين كان اهلي وزمالك وكل الانديه واليوبيت، كان كل الانديه في روح رياضيه وبعد الماتش بيخلص خلاص، لكن النهارده في فتره كده حصلت بنحاول نعيدها ثاني، بنحاول يعني يبقى في نبره للتعصب، وده دور زي ما استاذ حمد عز الدين قال الاعلام عليه دور مهم جدا جدا جدا، ما ينفعش النهارده يعني كابتن احمد الاحمر بيقول لك انا ممكن اكسب الدوري كل مره بس مش هتصور مع كابتن الخطيب، وتلاقي منشيت موجود بيبقى يعني الحاجات دي لازم احنا نبدا نخرج عنها، النادي الاهلي دايما بيبقى سباق وبيبعت يعني بيبقى عنده رساله، انت يمكن النهارده اول مره تعمل استوديو تحليلي يبقى فيه كابتن حسام غريب موجود. ارجع تاني للموضوع الاساسي بتاعنا، انت يعني قول تاني، انا واحد من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له يكون في فترات من اصعب الفترات اللي بتمر بيها النادي الاهلي، يمكن من 2011 ل 2014
وكان ليا الشرف ان انا اشتغلت مع كابتن حسن حمدي ومجلسه، ويمكن انتوا عارفين كانت اصعب فتره، الفتره اللي فاتت 2017 او 2018 لغايه الفتره اللي احنا فيها او لغايه 2020 اللي هي سنه السعد علينا بقى افريقيا والدوري والكاس، وربنا يا رب يا رب يتمها بالخير في السوبر الافريقي ان شاء الله وعلى جميع مستوى الالعاب. بس كانت فتره صعبه جدا في تاريخ النادي الاهلي، فتره تحول، انت بتغير الفكر اللي موجود عند الناس عن النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي نادي وطنيه، النادي الاهلي دايما مع مؤسسات الدوله، النادي الاهلي دايما بيعمل الصح، النادي الاهلي ما بيحدش عن طريقه اللي بيختاره اللي بيمشي فيه. كل قيادات النادي الاهلي قيادات وطنيه جدا، كل قيادات النادي الاهلي بتمد ايديها بالعون دايما للمؤسسات الدوله، وبتساعد بشتى الطرق عشان خاطر تبقى في منظومه ناجحه. وانا واحد من الناس يعني دايما بتبقى فخور ان انت من يعني من ابناء النادي الاهلي، بتحاول في اي مكان تكون موجود فيه بتعمل الصح عشان خاطر الناس دايما تتكلم يقول لك ده طالع من النادي الاهلي، ده راجل كان في الشرطه، ده راجل كان ناجح في الاداره. ودي الرساله دايما اللي بنبعتها لاولادنا وبنبعتها لشبابنا، اشتغل، اجتهد، اخلص، توكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق في الاول وفي الاخر. دايما كابتن خطيب كان بيقول كلمه، ولا احنا بنفرح قوي 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 ولا بنزعل قوي قوي قوي، لان هي العمليه الحمد لله انت بتعمل عليك، وفي الاخر التوفيق ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبقى كاتبه لينا كلنا. فربنا يوفق الدنيا ان شاء الله. ارجع تاني، انا سعيد اللي انا معاك وسعيد اللي مع حسام الدين، وان شاء الله باذن الله نلتقي قريب باذن الله في انتصارات وفي اعياد امر الله ان شاء الله. استاذ حامد عز الدين، بس عايز حاجه. سياده العميد، يا سياده العميد امرني يا فندم. انا لم اوجه لك التهنئه بالانتقال الى منصبك الجديد، لانه الحقيقه كان حزني على مغادرتك لموقعك في النادي الاهلي اكبر من ان اوجه لك التهنئه، لكني اليوم بمناسبه رمضان بقول لك رمضان كريم وكل سنه وانت طيب، وبتمنى لك كل توفيق، خصوصا لان هناك تعاونا كبيرا بين النادي الاهلي وبين شركه السادات التي تتولى منصب رئيس مجلس ادارتها. والآن يحق لي أن أدعوك إلى مزيد من الدعم من خلال شركة السادات لمشروعات النادي الأهلي. ومرة تانية كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب، وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه مزيد من التعاون، ويبقى فيه مزيد من التعاون على مستوى الرياضة المصرية. أنا عندي قناعة حامد، طول ما النادي الأهلي قوي، طول ما المنتخبات المصرية كلها والمنتخبات الوطنية قوية في كل الألعاب، فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيبقى في تعاون بصفه خاصه مع النادي الاهلي ضمن الشراكه بين شركه السادات الوطنيه والنادي الاهلي اللي احنا بنعتز بيها، ومع على مستوى الرياضه بصفه عامه ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع استاد وزير الشباب والرياضه. يمكن احنا في مشروعنا اللي احنا شغالين فيه ان شاء الله برضه هنستفيد من خبرات النادي الاهلي، اللي احنا ازاي نعمل ابطال ونعمل ابطال يعني دوليين على مستوى الالعاب كلها. فان شاء الله هيبقى في الفتره الجايه مزيد من التعاون على مستوى الاداري او الفني بامر الله ان شاء الله. باذن الله. سياده العميد محمد مرجان، نائب رئيس شركه السادات الوطنيه، بشكرك شكرا جزيلا. رمضان كريم، كل سنه وحضرتك طيب، و114 سنه ذكرى تاسيس النادي الاهلي، كل سنه وحضرتك طيب. كلام كان مهم جدا، لكن اقترب موعد السحور. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الأهلي في رمضان والذكرى السعيدة النهاردة، بالتأكيد ذكرى تأسيس النادي الأهلي 114 سنة. كل سنة وكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان طيبة وبخير دايما يا رب. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي ميعاد السحور خلاص داخلين على الساعة 2 دلوقتي، فأكيد ده الميعاد الأنسب بالنسبة للكل إن هم يتسحروا عشان الصيام بكرة بإذن الله مع الشيخ محمد عبد الباقي، ولسه منورنا طبعا الأستاذ حامد عز الدين. فأبتدي مع حضرتك يا أستاذ حامد، قول لنا إيه أبرز الأنواع اللي أنت بتفضلها على السحور تحديدا؟ والله أنا الـ 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 الحقيقة طبعا كلمة متمس متمس هي كلمة هيروغليفية مصرية قديمة، لأنه هذا المدمس اللي كان البعض بيبقى مستغرب كيف أن الفول المدمس ده شيء أساسي في حياة المصريين، فإذا بنا نكتشف أنه المصريين القدماء جعلوا المدمس
جزء اساسي في وجبه الافطار لانه هو اكثر البقول احتواء على فيتامين دي اللي بيقوي المناعه جدا. بيقوي المناعه. فبقى يعملوا الفول المدمس، وكلمه متمس بالهيروغليفيه تعني المطمور، لانه القدره بتاعت الفول ممكن يشرح لنا الشيف لازم تبقى النار مش مباشره عليها، كانت تتحط تحت الارض. فبيطمر تحت الارض والنار تبقى مش واصله له بشكل مباشر للاحتفاظ بفيتامين دي المخزون جوه حبه الفول المدمس. وبناء عليه اصبح المدمس ده احنا بناكله من 7000 سنه. حضرتك دي معلومات تفيدك، معلومات مفيده ليه. وعلى فكره ودي نقطه مهمه جدا، اول ما ظهرت الكورونا تابعت على قناه امريكيه مجموعه من علماء الفيروسات والمناعه وهكذا بيتكلموا، فواحد منهم قال ان هو بيعتقد انه كورونا دي يعني هتأثر تأثير سلبي على الكثير من دول العالم، لكنه استثنى مصر. استثنى مصر بقى؟ نعم، بسبب قال لانه هو عامل دكتوراه في الغذاء في مصر القديمة. الغذاء في مصر القديمة. فقال ان المصريين القدماء دول كانوا متقدمين جدا في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الفلك وفي المزيكا وفي المعمار وفي كل شيء. وان هم لما اختاروا ايه الاطعمه اللي يتناولوها يعني كانت محسوبه بدقه. فجعلوا الفول والبصل الناشف معاه والليمون المصري اللي درجه تركيز فيتامين سي فيه 100 ضعف اي ليمون تاني، جزء اساسي في وجبه الافطار. الجبنه القديمه، الجبنه اللي هي استوت بالملوحه. ايضا كانت وجبه اساسيه ومعاها البتاو. البتاو اللي هو العيش الشمسي. العيش الشمسي اللي لسه لا يزال موجود في الصعيد. في بيتعمل لسه. ايضا ده بينضج باشعه الشمس. اشعه الشمس بتقعد في هذا الخبز. وهي ايضا من اهم مصادر فيتامين دي اللي بيقوي المناعه. طبق السلطه بتاع المصريين اللي فيه توم وفيه بصل. ايوه بصل ني. المصريين وهم عند الحاتي، وكلمه حاتي هي كلمه هيروغليفيه. اما اقول لك حتتك بتتك. حتتك بتتك يعني أكل من اللحم إلى العظم. والحاتي يعني الذي ينضج اللحم. تمام. مش إحنا بنقول الحاتي برضو؟ الحاتي. وإحنا مش عارفين إن إحنا بنقول لغة مصرية قديمة. فالحاتي بيحط بصل يشويه مع الكباب والكفتة. تمام. والبصل المشوي كانوا يعتبرونه دواء. فقره معلومات بصراحه ممتازه. والله طيب، بمناسبه السحور والاكل واحنا خلاص بنختم في الجزء الاخير يا استاذ حامد. نعم. النادي الاهلي لما عمل مجله ومنظومه اعلاميه سنه 1974 بمناسبه بقى السحور وايام رمضان، كان دايما في افطار سنوي من 1975. افطار مجله الاهلي بيبقى فرصه لتجمع كل وسائل الاعلام والاعلاميين. صحيح. في وجود اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي وايضا كمان اعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكره القدم. ده ونتكلم على كده واحنا بنختم خلاص الجزء الاخير ده. هو طبعا كانت بتبقى فرصه عظيمه جدا جدا في رمضان دعوه كل وسائل الاعلام، مش بس الصحافه الرياضيه لكن ايضا الاعلام التلفزيوني والاذاعي وكذا، لكي يتجمعوا في مكان واحد يتبادلوا الحوارات على هامش الافطار من كل وسائل الاعلام بلا استثناء. مظبوط. وبعدين بيتعمل لقاء مفتوح في حديقه النادي الاهلي يرد فيه رئيس واعضاء مجلس الاداره الموجودين والمدير الفني، لكن اللعيبه ما يجوش.
لانه مش احنا اللي نقول اللعيبه تيجي ولا لا. اللي بيقول هو المدير الفني. المدير الفني نقول له احنا عندنا كذا، فلا افرض انهم مشغولين فمش احنا مش هنفرض عليه، هو يعمل ياخد القرار اللي هو عايزه. تمام. فيجي المدير الفني ويدور حوار مفتوح، وبيبقى بعد كده هو الماده الاعلاميه اللي موجوده في معظم الصفحات الرياضيه. مظبوط. بعد الفتره بعد كده، وده كان مستمر لغايه يمكن من العام الماضي سنين. والعام الماضي يعني هي دي القصه يعني. بس في بقى تحصل ظروف، الظروف كده حصلت خلال السنوات الاخيره، لكن انا طبعا بتمنى جدا ان احنا رمضان ده ان شاء الله يكون موعد للقاء جديد مع باذن الله كل الاعلاميين المصريين اللي بجد اللي بجد اللي بجد. نورتنا يا استاذ حامد، وانا على المستوى الشخصي كنت سعيد جدا جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. حلقه كانت مهمه ومفيده كمان، ان مليئه بالمعلومات المميزه بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي في ذكرى تاسيسه. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا اللي بشكركم جدا، وانا كنت سعيد جدا انه انا على طول ببقى ببص للمستقبل، ببقى سعيد وانا شايف مستقبل الاعلام التلفزيوني الاهلاوي قدامي، وناس ايه متشربين بحب النادي الاهلي، وانهم يعني هيفضلوا هم دول اللي بيجيبوا غيرهم وينقلوا له ويشربوه زي ما شربني انا. النادي الاهلي بشكل عملي رجل رائع عظيم، استاذ معلم للاخلاق اسمه عبد المجيد نعمان طبعا. وزي ما شربني النادي الاهلي رجل عظيم رائع اسمه الكابتن المايسترو صالح سليم، علموهوني بشكل عملي مش بالكلام. مش بالكلام، لا انت تشوف. فانا نفسي انه يبقى مستقبل الاهلي اللي جاي افضل إن شاء الله من اللي فات ان شاء الله باذن الله. استاذ حامد نورتنا وشرفتنا، ودايما كده متالق وحاضر معانا على طول في كل المناسبات. وجمهور النادي الاهلي يا رب باذن الله يكون سعيد دايما بانتصارات وبطولات وقرارات وتاريخ النادي الاهلي على طول باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي في رمضان. لازم نحيي كل جماهير النادي الاهلي واعضائه في كل مكان، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والنادي الاهلي بخير وعبال مليون سنه مليئه بالالقاب والانجازات والبطولات والمبادئ والقيم والاخلاق والاحترام، وحاجات كتير جدا جدا مرتبطه دايما باسم النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه اخرى جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء. افضل نادي في القرن العشرين، الفريق الحاصل على اكبر الالقاب على مستوى الشرق الاوسط هو النادي الاهلي. في مايو من عام 2001 تسلم المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي جائزة نادي القرن في إفريقيا خلال حفل كبير أقيم في جوهانسبرغ. قال صالح وقتها مداعبا الحضور إن النادي الأهلي سيكون متواجدا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جداً بهذا الجهاز presentation of the same honor. ربما كان المايسترو يداعب الجماهير والإعلام، لكنه كان يرسم خريطة المستقبل ويبعث برسالة تاريخية للأجيال القادمة. لقيت كلامي معقول، أنا عاوز مصلحتك أنت، أنا مش عايز مصلحتك أنت كفرد، أنا عايز مصلحة النادي. علشان مصلحة كانت رسالة صالح سليم العبوا واخلصوا من أجل الأهلي وقيمة الأهلي ومكانة الأهلي، ارفعوا اسم الأهلي لعنان السماء من أجل التواجد في هذا المحفل الدولي الكبير مرة أخرى. رحل صالح لكن ظلت رسالته في الأذهان والعقول والقلوب.
الكل في الأهلي يسعى لمواصلة الإنجازات ليكون الأهلي هو نادي القرن الماضي والحالي. وعندما تسلم المايسترو جائزة نادي القرن في إفريقيا اصطحب معه الكابتن محمود الخطيب، وبعد مرور 20 عاما يذهب الخطيب بوصفه رئيس الأهلي إلى دبي لاستلام جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، ليؤكد الأهلي أنه يسير على الطريق الصحيح للاحتفاظ بلقب نادي القرن. النهاردة وجود النادي الأهلي كممثل المنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير، أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. كان ولا يزال قدر الأهلي هو النجاح. رفع جنوده وأبناؤه ورموزه ونجومه شعار الأهلي فوق الجميع، ليكون طريقاً لا يحيد عنه أي عاشق للكيان العظيم. الأهلي أكبر أندية مصر والشرق الأوسط والسفير المشرف للقارة السمراء، صاحب البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، تعرفه أندية أوروبا وتقدره أندية آسيا وأمريكا اللاتينية، ويحترمه الإعلام العالمي كله. يصفه الكثيرون بالنادي الأوروبي في القارة الإفريقية، ويتوقف تاريخ الرياضة المصرية والعربية والإفريقية طويلة أمام مسيرته الخالدة. وفي كرة القدم يحتل الأهلي مكانا مختلفا في سجلات التاريخ، ليظل الأهلي كيانا ورمزا كبيرا. نادي القرن، تاريخ يحتفي به التاريخ.